أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن ذكرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة سوريا أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب. بيان المحكمة أضاف أن في طلب البلدين تضمن أن سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من عام 2011 على أقل تقدير، مطالبتين باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب. الخارجية الهولندية أكدت وجود أدلة كثيرة على أن سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع. موازاة مع ذلك، تمضي دول عربية في تطبيع علاقتها مع النظام السوري. وزير خارجيته فيصل المقداد ومن العاصمة السعودية الرياض في إطار الاجتماع الثنائي الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك قال إن بلاده سارت مئات الخطوات فيما يتعلق بما هو مطلوب منها، لكن لم يجري مقابل ذلك تلقي أي خطوة من الأطراف الأخرى. نسأل في المشهد عن أسباب المناشدة الكندية والهولندية الآن لمحكمة العدل الدولية بإصدار أوامر عاجلة ضد سوريا للتوقف عن جميع أعمال التعذيب والانتهاكات. هل التحرك الغربي له علاقة بالتحرك العربي عكس الاتجاه في ظل تسليم مقعد سوريا للنظام السوري قبل أسابيع؟ وما هي الخطوات التي قدمها النظام السوري في ظل تطبيع العلاقات معه؟ وما المرجو من بقية الأنظمة العربية؟ نتوقف مع هذا التقرير للزميل نبيل عبد اللاوي ثم نعود للنقاش. عاد النظام السوري لشغل مقعد دمشق في الجامعة العربية منذ تجميده على خلفية قمع نظام بشار الأسد للاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2011. عودة أبقت فيها قطر عن موقفها الرافض بشأن تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لكنها لن تكون عائقا أمام الإجماع العربي وفق وزير خارجية الدوحة. عودة تراها واشنطن أيضا سابقة لأوانها في ظل عدم انتفاء أسباب إبعاد سوريا، مشككة في استعداد بشار لحل الأزمة السورية. وقبل تفعيل مخرجات القمة العربية الأخيرة في السعودية القاضية بعودة سوريا للحاضنة العربية، تحرك القضاء الدولي، حيث قالت محكمة العدل الدولية إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة سوريا أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب. وأضافت المحكمة في بيان لها الاثنين أن الدولتين قالتا في طلبهما بأن سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب. ويسعى البلدان إلى محاسبة نظام الرئيس بشار الأسد على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004. في الجانب الآخر، تواصل السعودية استثمار اجتماعات إقليمية لحشد التطبيع الكامل مع النظام السوري، فقد حل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، وهي الزيارة الثالثة للمقداد للسعودية في غضون 3 أشهر. لمناقشة هذا الملف أسعد باستقبال السيد ممتاز سليمان باحث في القانون الدولي من لندن، ومن إسطنبول السيد أحمد كامل الكاتب والإعلامي السوري. أبدأ معك سيد أحمد كامل، بداية ما دلالة أن ترفع كندا وهولندا هذه القضية للمرة الأولى أمام أعلى هيئة وأعلى محكمة للأمم المتحدة الآن بعد نحو 12 سنة من جرائم يعرفها العالم كله تتعلق بالنظام السوري؟ قد يكون ضغط معنوي وأدبي على الحكومتين، والحكومتين تريدان تبرئة نفسيهما من هذا الضغط، من هذا العار، أنه وحش مثل بشار الأسد وجماعته ونظامه الطائفي الأقلوي يرتكب كل تلك الفظائع على مدار سنين طويلة. طبعا الفظائع بدأت من أيام والده حافظ الأسد ولم يفعل أحد شيئا، فأعتقد بأن الدولتين قامتا بهذه الخطوة الشكلية التي لا قيمة لها ولا نتيجة لها، فقط لتبرئة الذمة، أعتقد ذلك.
لما تصفها بالشكلية وهي ترفع أمام محكمة الجنايات الدولية؟ يعني هل هذا الأمر غير كافي لأن تكون هناك لوصفها بأنها خطوة جدية؟ ما الذي يجعلها شكلية، خصوصا وأن وزارة الخارجية الكندية تقول، الهولندية تقول، أن لديها من الأدلة ما يكفي لإدانة هذا النظام؟ الأطفال في الشارع اللي أمامي عندهم أدلة على جرائم النظام، كل البشرية عندها أدلة ضد النظام، والدعوة رفعت أمام محكمة العدل الدولية وليس محكمة الجنايات الدولية. ومحكمة العدل الدولية عملها هو البت في النزاعات ما بين الدول. وأنا حضرت جلسات طويلة في هذه المحكمة في لاهاي عندما كانت هناك دعوة ما بين قطر والبحرين. هذه المحكمة ترفع الأمور إليها وتصبح أحكامها ملزمة في حالة واحدة فقط، رضا الطرفين. وهل سيرضى النظام السوري بأن مثل هذه الدعوة؟ لن يقبل أكيد. عندما قبلت البحرين وقبلت قطر أن تبت محكمة العدل الدولية في موضوع الخلاف الحدودي بينهم، أصبحت المحكمة مختصة، وهذا أول شيء تفعله. يعني محكمة العدل الدولية أول شيء ستفعله الآن سوف تعلن هل هي مختصة أم لا، وعلى الأرجح سوف تعلن أنها غير مختصة لأن الطرف الآخر لم يوافق على اختصاصها. المحكمة العدل الدولية مقيدة إلى هذا الحد، إلى حد أنها لا يصبح لها اختصاص إلا إذا جاءتها دولتان مثل قطر والبحرين وقالوا لها نحن بمحض إرادتنا نعطيك الصلاحية بأن تحكمي لنا. في احتمال ثاني، إذا مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة حولت قضية لمحكمة العدل الدولية تطلب فيها الفتوى، مجلس الأمن الدولي مثلا، الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي منظمة دولية تستطيع أن تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. ونحن هنا لا يوجد خلاف ما بين دولتين ولا يوجد فتوى، يوجد شكوى من دولتين على دولة أخرى، على نظام مجرم سفاح إبادي، من أنه يخرق اتفاقية التعذيب. وخرق الاتفاقيات شيء تفعله الدول 100 مرة في اليوم، 100 مرة، 100 مرة الدول. هولندا نفسها خرقت اتفاقيات لها علاقة باللاجئين، فخرق الاتفاقيات لن يؤدي إلى شيء. فإذا نحن أمام احتمالين، يا إما المحكمة تقول أنا غير مختصة، وهذا المرجح وهي فعلا غير مختصة، لأن النظام لم يقبل أو لن يقبل، بالتأكيد لن يقبل اختصاص المحكمة. وإذا لقت المحكمة بطريقة ذكية عبقرية، إذا وجدت طريقة لقبول الاختصاص فإن حكمها لن ينفذ وسوف يكون مجرد حكم معنوي شكلي، يعني فيه إدانة للنظام. هذا في أقصى الاحتمالات، وأنا أستبعد هذا الاحتمال. طيب سيد ممتاز سليمان، ما الذي تملكه محكمة العدل الدولية أمام هذه الشكوى، أمام هذه الإدانة التي رفعتها كل من كندا وهولندا أمامها؟ هل تملك فعلا أن تدين النظام السوري؟ مساء الخير، أهلا بك. بالنسبة أنا لا أفهم حتى هذه اللحظة وزارة الخارجية الهولندية والكندية لماذا قدمت الشكوى إلى محكمة لاهاي. نحن نعلم إذا كانت الشكوى متعلقة بجرائم ضد الإنسانية، جرائم ترقى هذه الجرائم إلى جرائم حرب، يعني قتل المعتقلين في السجون وتعذيبهم واختفاء القسرين واستعمال كافة أنواع الأسلحة من قبل جيش النظام السوري على المدنيين، هذه كلها جرائم حرب، فيجب ألا تكون محكمة لاهاي، يجب أن تكون محكمة الجنايات الدولية. التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية حتى اللحظة حقيقة لم أفهم قانونيا لماذا الدولتان كندا وهولندا اتجهتا إلى محكمة لاهاي. هل تستطيع هذه المحكمة أن تعطي الاختصاص أم أن تحولها إلى مجلس الأمن؟ لأنه هنا في هذه المنازعات عادة إذا كانت في منازعات بين هولندا وسوريا أو بين كندا وسوريا أو بين مثلا دولة أخرى وأخرى يتجئان إلى محكمة لاهاي الدولية لحل النزاعات الدولية. لكن في الشكل السوري الآن الذي
شكل قانوني بالدولة السورية الذي تقدمت به هولندا وكندا هي الحديث عن جرائم التعذيب ضد المواطنين السوريين ضد المدنيين. هذه من اختصاصات محكمة جنايات الدولية، وبما أن سوريا غير موقعة على البروتوكول لتأسيس هذه المنظمة فلا تستطيع أي دولة أن تأخذ النظام السوري إلى هذه المحكمة إلا عبر مجلس الأمن. ونحن نعلم عندما أي دولة تقوم بتوجيه التهمة إلى النظام السوري سيكون هناك الإرهابي بوتين والإرهابي مع تحفظنا على هذا الوصف. نعم، لقد جرت اعتراض أي كثير من القرارات عبر مجلس الأمن بالفيتو الروسي الصيني، لكن الآن هل هذه يعني هل هو خطأ في التقدير من هولندا وكندا بهذه الخطة للتوجه إلى محكمة العدل بدلا من المحكمة الجنائية، أم أن هناك ترتيبا يتعلق سياسيا ليس قانونيا؟ لا أظن أن دولة كما كندا أو هولندا تخطئ، لأن هناك يعني خبراء في القانون الدولي موجود في وزارة الخارجية عندهم. لا أظن أنه هو للضغط نوعا ما، الضغط الدبلوماسي نحن نستطيع أن نقول، أو زوبعة إعلامية، لأن لا قيمة لها أمام محكمة لهاي الدولي حقيقة إذا أجينا على القانون الدولي لا قيمة لها إلا عبر محكمة الجنايات الدولية. ولكن محكمة الجنايات الدولية كما ذكرت لا تستطيع أن تفعل شيء إلا عبر مجلس الأمن، لأن سوريا دولة غير عضو في هذه وغير موقعة على هذه الجنايات. الآن إذا كانوا يتحدثون عن الجرائم التعذيب، لماذا لم يتحدثوا عن استعمال الأسلحة الكيماوية؟ طبعا الاستعمال الأسلحة الكيماوية أسهل لأخذ هذا النظام إلى المحكمة، يمكنه أن يدينه أكثر. نعم سيد، نعم، لأنه في هناك محاكم خاصة لاستعمال الأسلحة بالتأكيد، وقد ثبت ذلك في أكثر من موقع في سوريا. نعم سيد كامل، لما برأيك تذهب كل من كندا وهولندا إلى إثارة هذه الزوبعة كما وصفها ضيفنا ممتاز، في حين أنها هي فعلا ترفض العودة للنظام السوري من بوابة جامعة الدول العربية وتنظر له بعين الريب ولا توافق عليه في أكثر من تصريحات رسمية، لما لا تكون زوبعتها فعلية في إدانة النظام السوري؟ والله لا أعرف، يعني إذا كان الهدف هو محاولة إدانة دول الغرب فالدول الغرب مدانة بأنها لا تساعد الشعب السوري بما يكفي، ولكنها هي أفضل دول العالم في القضية السورية، أفضل من الدول الإسلامية، هولندا، الدول العربية إجمالا. نعم، وما لا يكفي أيضا عبر عنها وزير خارجية العربية والإسلامية والعالم الثالث والعالم المتخلف. بالضبط سيد كامل، ما عبر عنه وزير خارجية النظام فيصل المقداد بأن الخطوات التي اتخذت من بعد القمة الأخيرة في جامعة الدول العربية من الأطراف الأخرى غير كافية أمام 100 خطوة التي قدمتها سوريا، في حين أن الأردن ما زال يشتكي من تهريب المخدرات على حدوده من سوريا. برأيك ما الذي يطمح إليه فيصل المقداد، وما الذي يمكن أن تقدمه له الرياض من إرضاءات ومن وراءه من يطبعون العلاقات معه؟ لن يرضى أبدا ولن يتغير أبدا. السعودية والأردن وبعض الدول متضايقة من إغراق البلاد بالمخدرات بالكبتاجون، ولكن النظام السوري، النظام العلوي الطائفي الأقلوي السوري، لا يستطيع أن يوقف تصدير المخدرات لأنه هو ميت، ما عنده مصدر دخل إلا المخدرات. وعرضت عليه، يقال أن السعودية عرضت عليه 4 مليار دولار وأن يكف عن تصدير المخدرات، ولكنه لا يستطيع أن يكف عن ذلك لأنه صناعة وتصدير المخدرات هي عمل مشترك، عمل ما بين النظام والنظام الطائفي العلوي السوري وما بين حزب الله الشيعي اللبناني في لبنان، نعم، وما بين إيران نعم. فهذه قضية كبيرة، لا يستطيع بشار أن يقول بطلنا المخدرات، يقتلوه الإيرانيين ويقتلوا حزب الله، لأنه إيران تعيش من وراء هذه المخدرات. إحدى الصحف البريطانية أعطت رقم مرعب أنه هذه المخدرات أو الكبتاجون، يعني المخدرات الرخيصة اللي ممكن أنه بنتك اللي عمرها 10 سنوات لا سمح الله تشتريها من المدرسة، ويمكن لابنك اللي عمره 12 سنة يتعود عليها، هي خطيرة إلى هذه الدرجة الكبتاجون، هي المخدرات المتاحة والرخيصة
للأطفال، حتى للأطفال والمراهقين. طيب طالما أن السعودية سيد كامل غير قادرة على أن تحقق مرادها من تطبيع مع النظام السوري لوقف هذا الخطر، ما الذي تجنيه من وراء هذا التطبيع؟ لا شيء، هو السعودية الآن تقاد من قبل أطفال، مجموعة من الأطفال والمراهقين، احتمال يكونوا هن حشاشين أيضا غير المتوازنين. هذه خطوات وسياسات غير متوازنة. أنت هذا الوحش اللي اسمه بشار الأسد لا تستطيع أن تستوعبه، لا تستطيع أن تتعامل معه بالسياسة. نحن في المعارضة السورية مثلا مضى أكثر من 11 سنة ونحن نتفاوض في إطار دولي مع هذا النظام، والحصيلة صفر مطلق. في إحدى جولات المفاوضات اللي هي على ما أذكر جنيف 4 أو جنيف 5، مضت جولة كاملة 14 يوم من المفاوضات، والجولة يعني سنة، يعني ما بين الجولة والجولة أشهر أو حتى سنوات أحيانا. مضت الجولة كلها مقابل طلب أن يوافق النظام على أن تأتي جهة دولية، ما أمم متحدة أو جامعة عربية، سوريين أو عرب أو أجانب حقوقيين، أي شيء، أناس يذهبون إلى سوريا لرؤية السجون والسجناء، فقط رؤية السجون والسجناء، ولم يوافق. 11 سنة مفاوضات، الحصيلة صفر مطلق. والذي فعلته الأردن من 3 سنوات من محاولات مع النظام السوري حصيلته صفر مطلق. محاولتهم لإبعاده عن إيران حصيلتها صفر. إيران الآن تشتري سوريا، عم بتطوب طابو يعني تسجل. هناك حديث أيضا عن إعادة الإعمار. أستاذ سليمان ممتاز سليمان، برأيك هذه القضية التي رفعت هل ستكون لها نتائج معينة أم أنها ستدخل ضمن أدراج قضايا أخرى لا يسمع بها أو تظل نتائجها متأخرة لسنوات؟ يعني هي حتى لو أخذت محكمة رعاية الدول بالاختصاص ولو أصدرت حكما سيكون بروتوكوليا فقط لا غير، وليس تنفيذيا، لا يحق لها أن تطالب النظام السوري بالتسليم أو بالمحاكمة أو بما شابه ذلك. هذا أول شيء. الشيء المهم بالموضوع عودة النظام السوري إلى حضن جامعة الدول العربية، أو بالأحرى نتحدث عن خروج النظام السوري أو طرد النظام السوري من جامعة الدول العربية، كان بقرار أمريكي غربي ولا عودة بقرار أمريكي غربي. يعني لم تقم جامعة الدول العربية بدعوة بشار الأسد من رأسهم هذه القرارات. على الرغم من أن الطافي على الساحة السياسية من أن هناك غضب أمريكي وهناك اختلاف بين السعودية وبين واشنطن بهذا الصدد. أنا آسفة سيد ممتاز سليمان، دهمنا الوقت، وأنت الباحث في القانون الدولي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الشكر موصول لك سيد أحمد كامل الكاتب والإعلامي السوري كنت معنا من إسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا، شكرا لكم على متابعة هذا اللقاء. حتى نضبط معكم زاوية مشهد جديد، دمتم في رعاية الله، حفظه إلى اللقاء.